بسم الله والحمد لله والقدس لله واحد امين. في هذه المناسبة نحتفل بها بعيد رسالة ابويا حبيب تكلا لما هو 25 سنة كهنوت، ولكن طبعا ربنا يديله الصحة والعافية. تعدي من 40 سنة او 45 سنة خدمة. ابونا تكلا كل نقطة او كل بداية حاجة جديدة بالنسبة لي كان بدايتها ابونا تكلا صراحة، يعني اذا كانت روحية او خدمية، يعني خدمية في الكنيسة، بداية نزولي ذات خدمة وتشجيعه بصورة غير واضحة، خصوصا الواحد كان نزل في وقت عصر كنيسة فيها ناس عمالقة، إذا كانت أكبر منه شوية أو أصغر منه شوية أو في مستواه كبير، وكان الإنسان يحس إن هو قد يكون مستوى تاني عن الناس اللي كانت موجودة، لكن تشجيعه ووقوفه جنبي وبصورة غير مباشرة مثلا، يعني من ضمن الحاجات لما لقاني مثلا المفروض تبقى في رايت انجيل وفي ثقافة روحية، عمل قاعدة بيننا وبين بعض وبين ابونا المسيح، حاجة اسمها رايت انجيل كل يوم اربع، وازاي نصلي وازاي الواحد يكون الصلاة في البيت، وقعد فترة طويلة بينا حوالي 5 سنين نقرأ الإنجيل مع بعض ونصلي مع بعض. طبعا أبونا تكلا عرفه من أولى إعدادي وإحنا صغيرين في المدرسة، هو أبونا كراس في مدرسة إعدادي، يعني معرفت إعدادي، لكن أنا غبت في ثانوي ورحت ظهرت تاني في إعدادي الكلية في إعداد خدمة. كل خطوة كان ماشي معايا، حتى لو تعرفوا يعني ان هو اول واحد لبسني بابا نويل كان ايام ابونا انجيوس ميخائيل، هو اللي وطى ولبسني اللبس بتاع بابا نويل والحذاء بتاعه ولزقني الدقن ووقف جنبي وتشجيعه ان انا اطلع فوق المسنين واقول بابا نويل واطلع قدام الناس واحكي حكايه بابا نويل. طبعا بدون ذكر اسماء، او لو قلت لكم الاسماء اللي كانت موجوده كتير كنت هتعرفوا ان الواحد نزل وسط عمالقه، كان منهم كفايه ابونا كولوس لما كان وسط الصبي، كنت بعزه جدا واحب بس ابص عليه من بعيد، انا ما كانش في علاقه قويه بيني وبينه، لكن كنت بحب ابص وعلاقته وصداقته. وابونا زكريا، فحتى كنت بقول لابونا تكلا واحنا ما نكبر كده نمشي مع بعض بقى ونروح البيت مع بعض ونيجي القداس مع بعض. وتواضعه الشديد مع الخدام الصغيره، كمان انا نزلت ايام ما كان في ممدوح ويليام وماهر ويليام اللي هو ابونا بشوي المسيح، ابونا بشوي اللي هو كان كنيسه العالم وقت استاذ صميم استاذ صبحي استاذ يوسف صبحي وابونا فرمون، ناس كبيره وناس كانت لما تقعد تتكلم كده تستفاد منها طريقتهم، كل واحد في الخدمه استفاد منها. فانا كنت نازل وسط عمالقه وعلى مستوايا، انا كان ابونا تكلا وابونا كراس كان استاذ كان عماد الجزار ماسك سنه 6، وكانت له يعني كنت بشوفه هو يقف يدرس العيال الانجيل، كان في ممدوح نبيل قريب ابونا كراس، كان في فايق، وده من الشخصيات اللي تبقن عملت حاجات كتيره جدا في تغير مناهج الكنيسه والدراسات، وكانت برضه دعم كبير جدا من ابونا صقر من ابونا كراس يعني من ابونا كرولوس. طبعا كان ماسك اعداد خدمه كان ابونا الاستاذ سمير حنا والاستاذ شكري، شايف كنت تشوف عمالقه كبيره جدا، كل واحد فيهم لازم تتعلم منه حاجة، فكل دول بصمات في خدمتي أو في علاقتي بربنا بالخدمة. طبعا
حمد معاونة أكثر مرينا 5 سنين في الكلية، وكنا بنقف الدور جنبي في المذاكرة، كنت حتى بذاكر عنده وياما البيت في أكل وشرب عشان ننجح ونتفوق ونتخرج. أول ما بقيت أمين مساعد كنت هتجنن، إزاي أنا أمين مساعد؟ مش من حق إن أنا آخد أمانة مساعدة، ولكن ما حسيتش إلا بالفرحة الكبيرة إن أبونا تكلى وقال لا إحنا نقف مع بعض ونشوف الحاجات اللي ناقصة نعملها وندور دايما على حاجة جديدة. فعشان كده اتعلمت إن لازم خدمة ابتدائي دايما يبقى فيها جديد، كل سنة لازم يبقى فيها جديد، تصلح القديم وتشوف الجديد تعمله، تصلح الجديد القديم وتعمل الجديد تعمله. وبالتالي انت لو بصيت في تاريخ خيمة ابتدائي هتلاقيه دايما لازم ما يعديش سنة الا ما يبقى فيها فكر جديد، وكنا نقعد نناقش هذا الفكر ونرجع نقول لازم نصلي عشان ربنا يبارك هذا الفكر لو كان صالح للخدمة او ما كانش صالح للخدمة. عايز اقول مشوار طويل جدا بالنسبة للخدمة مع بعض، وطبعا هو كان ماسك خدمة ملايكة، الخدمة اللي هي قلت لا يمكن اطلع فوق ولا ابدي اي تصرف او اي رأي في خدمتها، لان ابونا تكلى كان هو اللي ماسكها وقاعد فوق، استاذ سامي طبعا انتوا عارفين، غير ان هو ما حبيته يقول لي ادي المناهج اللي انا عملتها، واقول له طب انا هراجع ورق لي، ما انا مش هراجع، انا خليني ماسك تحت مساعد الاستاذ بهاء كان اياميها ماسك الخدمه وانا تحت وانت فوق، انا ما اقدرش ايه يعني اتكلم. بعد ما بقيت امين خدمه برضو بقى هو امين خدمه ملائكه، واصبح لقب امين خدمه ملائكه كل ما هو ماسك ملائكه حتى هذه الساعه. كان دايما يقول طب ما فيش جديد لخدمة ملايكة، دايما يحب يفكر وعايزين نعمل وعايزين نجيب خدام لخدمة ملايكة، وكان كل حياته بفكره بداية الأطفال الصغيرة دي. وكان بصراحة كان من زمان الواحد يجيب العيال وهي عندها 3 سنين 4 سنين ما بتقولش حاجة، يقول مش مهم، تيجي تقعد كده على الأرض وتسمع وبكرة يتكلموا وبكرة يتعلموا، وكان يشيلهم على كتافه، كان يشيلهم على كتافه. كان فينا كان يعني عم مساعد السواق يقول انا مش عارف انتوا ليه بتجيبوا العيال دي، هي دي بتقول حاجه، احنا بنشيلهم على كتافنا ونوديهم الكنيسه وخلاص. اقول له هو المسؤول عن الخدمه، هو عايز كده. تولد بقى الناس كتيره جدا نزلت الخدمه، كل سنه افواج جديده بتنزل من الخدام. كانت والدتها طبعا حبت الفتاكله لاولادها فظيعه جدا، فكنا نشوف الجديد ونفتح لهم مساحه نتعلم منهم ونوسع لهم مجال للتجديد، وما طبعا تجديد في الخدمه او تغيير في الفكر او الطريقه، لكن اي حاجه تمس حاجه تانية طبعا مستحيله، لان احنا كنا بنقعد مع بعض ونفكر طب احنا لو عملنا كده هيحصل ايه، وهل هندور خدمه تانية ولا مش هندور خدمه تانية، ولكن كان تركيزنا الكبير فيها. احنا ابتدينا مهرجان الدراسة، مهرجان الطفولة، من منطلق ان هو مفيش حاجة جديدة للملايكة، انت مش فكرش حاجة جديدة في الملايكة. فابتديت افكر مع كان اياميها باسم بطرس ان احنا نعمل مهرجان ملايكة اولى وتانية، الاطفال اللي هي على مستوى اسكندرية ما كانش حد يفكر يعمل لهم حاجة في الصيف، وكان كل التركيز في 4 و5 و6 في كل المهرجانات الموجودة في اسكندرية، على اساس العيال الكبيرة وعلى اساس بيلعبوا كورة وعلى اساس حاجات كتيرة جدا. لكن احنا كانت اول تشجيع ان احنا نعمل حاجة الملايكة، وهي كانت مهرجان الطفولة الصغيرة. برضو لما قعدنا نتكلم طب اشمعنى الدولة بتهتم بالطفولة وبتعمل حاجة اسمها عيد الطفولة، فكرنا نعمل عيد الطفولة في الكنيسة اللي احنا لحد هذه اللحظة نحتفل في خيمة ابتدائي بعيد الطفولة. بتختلف بقى كل سنة بطريقة، من أول ما كان يدوبك ندوة ومعرض كتاب ندي هدية للطفل، لحد دلوقتي بنعمل لهم حفلات ونعمل لهم خروج ونعمل لهم جوايز، وتطورت الأفكار ازاي نحتفل. طبعا تشجيع ومساندة ومراجعة أبونا تكلى مع أبونا كرولوس في هذا النطاق والكهنة الموجودة
كان بيدي تشجيع كبير للحفلات دي كلها. طبعا احنا بعد ما عملنا عيد الطفولة لقينا الدولة بتهتم بعيد الأم. طب ازاي الكنيسة متهتمش بعيد الأم؟ عملنا احتفال خدمة ابتدائي بعيد الأم، وكانت أول الكنيسة اللي بتحتفل بالحاجات دي كلها. وهكذا كل ما يكون كل سنة نشوف ايه اللي ناقصنا نعمله. ده بالنسبة لمجال الخدمة وتطوراتها لحد هذه اللحظة. تخيلوا بقى ان هو حتى في الشغل هو خلى مرتب يعلى مثلا. يعني انا كنت بشتغل في قطاع خاص وهو كان بيشتغل في مسمى التحكم، بعدين راح قطاع خاص. جينا في قطاع خاص كان بيديني مرتب 300 جنيه 350 جنيه ما اظن، وبعدين قال انا عايز مهندس معاك، وكان مهندس شاكر عارف علاقتي بابونا تكلا، فقال لي هات سامي يطلع معاك المشروعات اللي بره الساحل الشمالي ده، وانت بتحبه وهو بيحبك فانت هتسندوا بعض هناك وبتاع. فجبته. اما جبته قالوا لا انا باخد في القطاع الخاص مرتب 800 جنيه. فقال له طب خلاص نتفق على 800 جنيه وخلاص. وبعد ما مشي سامي من بعد ما قال له انا هاخد 800 جنيه مرتب في المرحله الجايه ديت وشغل في الساحل، وبعد ما مشي ابونا تاكله قال لي خلاص كده انت مرتبك كمان عالي بقى 800 جنيه زيه. وبعدها اتاخد ابونا تاكله ان هو يتشم قسيس، وبدات نقطه زياده مرتبي في الشركه من خلال اول اللي هو ابونا تاكله هو اللي علقها لي. طبعا بعد ما ابونا تولى كهنوته فكر ان لازم نبتدي انا حياتي بقى الخاصه في السواق. فابتدى ابونا كرمس يشوف له عروسه، وابونا جاتله يشوف له عروسه، لحد ما طبعا كتب النصيب ان انا هتجوز مراتي الموجوده مليان منير. وهو راعي للاسره وراعي لولادي لهذه الفتره. طبعا ده نقط خفيفه ما لا تذكر، ولكن في هذا المناسبة ربنا يديك الصحة ويبارك في حياتك ويبارك في بيتك ويبارك دايما في خدمتك وعلى مبادئ ثابتة بنسلمها الجيل لجيل. ربنا يديك الصحة والعافية، وكل سنة وانت طيب عقبال 150 و100 سنة، ويديم كهنوتك دايما ويبعد عنا كل شر مكيدة وكل. طبعا بصلوات جميع الكهنة والأخوات وأبونا كرمس وأبونا أنجيلوس وأبونا كرمس وأبونا فيلمون وأبونا فقيد يسندوه ويكون معاه دايما ربنا يسنده. أشكركم على استماعكم. شكرا. والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نشكر الهنا ربنا يسوع المسيح الذي اعطانا ان نولد الولاده الثانيه من الماء والروح، وان نزرع في ارض الكنيسه الخصبه لناكل من جسد المسيح ونشرب من دمه ونتعلم من كلمته ونعيش بكلمته الذي اعطاها لنا في انجيل، لنحيا ونعيش بالمسيح. نشكر إلهنا الذي أعطانا أن نتتلمذ على يد أبائنا الكهنة الذين عشنا معهم والذين نعيش معهم، مثلما تلمذ الرب رسله الأطهار. تتلمذنا على يد أباء الكنيسة الأنبا تكلا، أبونا تكلا لبيب، وأبونا أرسنيوس عزيز، وأبونا أنجيلوس ميخائيل، والذين نعيش معهم الآن أبونا كيريلوس وأبونا أنجيلوس وأبونا تكلا وأبونا فيليمون وأبونا كراس وأبونا رافائيل، لنتعلم منهم ونتتلمذ على أيديهم. أيضا نشكر إلهنا الذي أعطانا
أن نتعلم من أمناء وأمنات الخدمة والخدام والخادمات الذين عشنا معهم والذين نعيش معهم أيضا الآن في الكنيسة. نطلب من أجل أبونا تكلى أن الرب يعطي نعمة ومعونة وسند في خدمته. أعرف أبونا تكلى وهو كان في خدمة ابتدائي مخدوم، وبعدين في الآخر كده لما كنا نشوفوه هو وأبونا عبد المسيح كانوا الاثنين مع بعضهم يمشوا مع بعض يقعدوا مع بعض، وكانت فيهم ربطة محبة قوية، وكل واحد من الآخر ينمي الإيمان الآخر ويقوي الآخر ويسند الآخر، حتى اختار الرب منهم من يكون للكهنوت ومن يكون للرهبنة. أيضا أذكر لأبونا تكلى لما كان بيشجعني لما أخرج معاه وافتقاد خدام ابتدائي، لما كان الأستاذ عادل فؤاد أميل للخدمة وكان هو مساعد لأمين الخدمة، كان يشجعني معاه أن أخرج معاه للخدمة ويحضر أسماء المخدومين اللي احنا الخدام اللي احنا طالعين نخدمهم ونزورهم. أيضا أشكر أبونا تكلى اللي بيشجعني على حضور اجتماع الصلاة ويسندني وبيقويني أن أنا أحضر الاجتماع ده على طول وألتزم في حضوره وأكون معه. نطلب من أجل أبونا تكلى أن ربنا يسوع يعطي نعمة ومعونة وسند ويقويه في خدمته ويفرح قلبه بتوبة شعب الكنيسة وخلاص نفسه. ولإلهنا المجد، وربنا يعطي أبونا تكلى العمر والصحة ويدينه أزمنة سلامية، وأيضا يفرح قلبه بالعيد الذهبي والعيد الماسي، وكل سنة وهو طيب وقدسه طيب. كل سنة وقدسه طيب وقدس أبونا تكلى، وعقبال 100 سنة وربنا يعوض تعب محبتك يا أبونا لأولادك والخدماتك الخفية اللي قدسك بتعملها ومحدش شايفها ولا يعرفها، ودايما كده نتعلم العمل الخفي والعمل في الخفاء من غير ما حد يحس بيه كده من قدسك. قدسك دايما بتعلمنا دوت ويقويك على خدمتك ويكملك دايما بقوة، ومحبتك دايما لينا تغبرنا وتشملنا. كل سنة قدسك طيب. أبونا تكلى كل سنة قدسك طيب وعقبال 100 سنة نفضل نتعلم فيها ازاي نخدم، وقدسك تكون منارة ترشدنا وتقومنا في خدمتنا، نتعلم كمان ازاي ان احنا نسلك بتواضع في حياتنا زي قدسك. قدسك حقيقي اب لكل واحد فينا وتقدم محبة غير مشروطة. ربنا يبارك في كل اعمالك ويقويك ويعينك على خدمتك ويسندك ويعوض تعب محبتك. كل سنة قدسك طيب وإلى منتهى الأعوام. فرحانين بيه وبيدوله بإيه؟ باستمرار يروح، باستمرار يروح باستمرار لهم، تاخدهم باستمرار. إخوة الرب بيموت فيهم وبيعوضهم بكل شيء وبيجيب لهم كل شيء. اذكر يا رب هو بيخدم الخدام والمقدمين والخادمات وبيخدم كل شعب الحضر وكلها. هذا الملاك الطاهر بيعمل في صمت وفي محبة وفي سلام وفي نعمة، وبيختفي وراء الصليب باستمرار، بيختفي وراه وما بيحبش أي تمجيد لها أو أي تقرب لها. نعما أيها الملاك الطاهر أبونا تكلى ويليام، كسبتك الكنيسة وكسبتك شعب الحضرة وكسبك شعب الإبراهيمية. ربنا يجعل يدوم كهنوتك باستمرار، يدوم كهنوتك وعبال العيد 50 والعيد 75، العيد الذهب والعيد المقاسي. وربنا ما يحرمناش منك ومن صلواتك
ويبارك فيك ويعوض طعم محبتك، يعوض طعم محبتك كتير كتير كتير. انت محب للكل واحنا بنحبك كتير، وشعب الحضر كله بيحبك يا رب. ربنا يدومك هموتك باستمرار، ويفرحنا بايه بقدومك باستمرار، ويباركنا باستمرار. ربنا يعوض طعم محبتك ويباركك، ويعوض طعم محبتك كتير كتير كتير. وما حرمناش منك ومن صلواتك، لان احنا كل مجد وكرامه الى الابد ابديا. امين. الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. انا لما اطلب مني اقول كلمه لاخت ابونا تكلا في الجيل الفاضي بتاعه، افتكرت اما كنت زمان بقول لابونا تكلا في التحضير: ابونا انا بحضر حاجه للولاد. كان اصراره ان هو لازم احضر من تفسير، لازم احضر من كتاب تفسير ابونا تدرس. كنت اقف اقول له: ابونا طب للاطفال اولى ابتدائي ثانيه ابتدائي هيستفادوا ايه من التفسير ابونا تدرس؟ كان يقول لي: لا، انت اللي هتستفادي وانت هتسمعي، وما انت تستفادي هتفيدي الولاد. عرفت كلام قصتك دلوقتي بعد ما ولادي كبروا وبقوا في رابعه كليه وبقوا خادمات زي الفل، وهم بييجوا يقولوا لي: تكوني احنا فاكرين الدرس ما كنتي بتشرحه لنا زمان واحنا صغيرين. فعلا يا قدس ابونا انت علمتنا حاجه جميله جدا، ان احنا لازم نحضر، لازم احنا نتملي عشان نعرف نملى الولاد في الخدمه. كل سنة وقصف طيب وقابل الجوبيل الذهبي والمات. كل سنة وقصف طيب وقصف تاكلة وفينا تتكلمتك بسنة عيدة. أنا أحبك كتير جدا. أبونا تاكلة هو الحنية كلها والقلب الحنين، الإرشاد اللي بيرشدنا دايما، بنعيش بإرشاده. أبونا تاكلة يعني إنجيل معيش. كل سنة طيب أبونا تاكلة، كل سنة قدسك طيب، وربنا يبارك في خدمتك ويخليك لينا وعقبال اليوبيل الذهبي. أبونا تاكلة، كل سنة قدسك طيب وبخير دايما يا رب وسعادة، وربنا يخليك لينا ويبارك في خدمتك، تفضل معانا كده دايما وتفضل تعزلنا وعزات حلوة كده اللي أنا بحب أسمعها، وعقبال 100 سنة يا رب وقدسك في وسطينا دايما. أبونا تاكلة المحبوب، نيابة عن خدمات وبنات، خدمة عريس بنات، بنقول لقدسك كل سنة وقدسك طيب، ومناسبة الجيل الفاضي لرسامة قدسك ربنا يديم كهنوتك. حقيقي يا ابونا احنا بنتعلم من قدسك كتير قوي، قدسك فعلا الكاهن الصامت، بأقل كلام بتخدمنا خدمة عميقة جدا زي ابونا يسوس الراهب الصامت، كلامه قليل جدا لكن خدمته عميقة ومؤثرة. ربنا يخليك لينا يا منى ونشعر بكنيسة الأنبا تاكلة، ودايما تذكرنا في صلواتك، وكل سنة وقدسك طيب وعقبال الجميل الذهبي والنسي. بسم الله والابن والروح كل سنة الواحد أمين. نقبل أيادي وقدس أبونا تاكلة. الحقيقة خير من يتكلم عن أبونا المحبوب تاكلة ويليام أم إخواتنا المرضى والمطروحين والغير قادرين على الذهاب إلى الكنيسة، لأنهم أكثر الناس اهتماما بهم، إذ إنه حتى دون أن يطلب منهم أحد يذهب إليهم باكرا جدا حاملا بين يديه أعظم عطية وأجمل هدية، جسد الرب ودمه. فيتناولون منه ويمتلؤون فرحا وسلاما ونعمة وقوة وعزاء من عند إله السماء. يفعل هذا بدافع الحب كأب حنون يعرف احتياجات أبنائه حتى دون أن يطلبه، وكراعا صالح يسر على غنم رعيته. علمنا الكثير بصمته وهدوءه وحكمته وحزمه ووداعته. يحدثنا عن أبونا تكلا ويليام بالمسبح المقدس، إذ إنه هو رفيقه ومعينه، يضع عليه طلبات وتضرعات شعبه ويحمل إليهم منه المعونة السماوية والحلول الإلهية. متعك الله بالصحة والقوة يا أبي، وعقبال اليوبيل الذهبي والماسي، وإلى منتهى الأعوام يا أبن الحبيب تكلا ويليام. ابنك منير سليمان الخادم كنيسة القديسة لفيانا بالحضر البحري. أبونا تاكلة، كل سنة وقصك طيب، ومناسبة اليوبيل الفاضي لرسامة، عقبال سنين كتير مليانة خير وبركة.
انا حابه اتكلم على نقطه انا شخصيا لمساها، واكيد في غيري كتير لمسها زيي. انا هتكلم على ابونا تكلا اللي بيدينا طمانينه. هو تشبه بسيد المسيح لما قال سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم. ابونا تكلا الخادم الامين، محب للافتقاد. ابونا تكلا منظم جدا في شغله اللي اشتغل معارف كده، متابع جيد جدا جدا لولاده وبناته في الاعتراف وبرا الاعتراف. احنا بنقول الكلام ده كله ليه؟ احنا بنقول الكلام ده عشان احنا والاجيال الجديده كلها تتعلم يعني ايه خادم امين. تعيش يا ابونا وتعلمنا، تعيش وتبقى قدوتنا دايما، والى منتهى الاعوام. باسم جمعية الشهيدة دمينة، نحب نقولك يا ابونا كل سنة وقوتك طيب بمناسبة اليوبيل الفضي وعقبال اليوبيل الذهبي والماسي، وانت يا رب وسطينا يا ابونا تكلا، وربنا يديم كهنوتك ويديك الصحة وتعلمنا ويخليك لشعبك ولكنيستك ولأولادك يا رب وللكنيسة الشهيدة دمينة. واذكرنا صلواتك يا ابونا كده واجتماع السيدات بيهني قدسك كله. ابونا تكلا كل سنة قدسك طيب ومناسبة اليوبيل الفضي عقبال اليوبيل الذهبي، وقدسك معانا وتعلمنا وباسم اجتماع السيدات احنا بنشكرك كتير على محبتك وعطيتك، وانت بالنسبة لنا ملاك كنيسة الست دميانة. ربنا يديك الصحة وطولة العمر ويخليك لينا وتعلمنا، احنا بنحبك تكون في وسطنا دايما، وكل سنة قدسك طيب. خدمة إعدادي قدام وولاد بيقول أبونا تكلا كل سنة وقتك طيب. وبس أنا أفتكر موقف حصل لي مع أبونا تكلا وأنا صغير خالص في الملايكة. كنت في خلوة مع أخويا، لأن هو أخويا كبير فأخويا كبير وأنا كنت لسه في الملايكة، فطلعت معاه شبطت فيه، فأبونا تكلا حطيني على رجله وقعد يأكلني العشاء كله وأنا نايم. أنا نايم وقاعد بقى كل العشاء، وبعد ما خلصت العشاء قمت طلعت جريت. ولحد دلوقتي يا ابونا مش ناسيني الموقف ده، بس انا يعني بقول لكم كل ما اتذكر يا ابونا ويا ريت تنسي الموقف ده. اتعلمنا من غلطات كتير واحنا لسه ابونا صغيرين، كان ابونا تكلا هو الاستاذ بتاعنا، كنا بنتعلم منه دايما ونتعلم منه وهو جاهل. ودايما يا ابونا قدسك عارف ان انا اول ما بعمل حاجه غلط ببص ورايا بلاقي قدسك، يعني دايما يا ابونا تكون بتقودنا في الحاجات الصح. كل سنه قدسك طيب. خدمة ابتدائي بنات، كل البنات والخادمات بيهنوا قدس ابونا تكلا بمناسبة اليوبيل الفضي، كل سنة وقدسك طيب. واحنا كخادمات فرحانين جدا ان ربنا بيبارك خدمتنا بصلواتك يا ابونا، وقدسك علمتنا حاجات كتيرة في الخدمة ومبادئ حلوة. علمتنا الميل التاني، علمتنا الصيام الانقطاعي يوم الجمعة من اجل الخدمة، علمتنا الصلاة والالتزام، علمتنا ازاي تكون خدمتنا خدمة نشيطة لكن هادية، خدمة قوية لكن متواضعة، بتتكلم لكن صامتة، خدمة الباب الضيق لكن متسعة. وحشنا اجتماعك قوي يا ابونا، ربنا يديم كهنوتك بنعمته.